27 عاما من الحرية والديمقراطية التي جاء بها حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بقيادة الرئيس المؤسس إدريس ديبي إتنو هي كانت مدعاة حفل العشاء الذي نظمه الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بمناسبة الذكرى 27 ليوم الديمقراطية والحرية دورة 17 و2000، وذلك عقب الاحتفال الرسمي الحاشد لعيد الحرية والديمقراطية الذي شهدته ساحة الأمة. هي والكل بيعرفوك إدريس ديبي يا فارس الملوك، تحية والكل بيعرفوك إدريس ديبي والبشير أخوك، تحية والكل بيعرفوك إدريس ديبي يا فارس الملوك، بشير أخوه، ودابي فوق المجالس في الوزارات والمجالس، دابي فوق المجالس في الوزارات والمجالس، والبشير أخوك، يسلم ليدي بالشطارة حامي تشاط حارة حارة، يسلم ليدي بالشطارة حامي تشاط حارة حارة، فارس ما بيرضى الحقارة منتصر يوم المغارة. ذكرى هذا اليوم أبت فيه نفوس المناضلين والمناضلات لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ إلا أن تضع فيه لمسة احتفالية خاصة يحفظ لها التاريخ سطرا في كتابه الذي سيبقى. فجاءت هذه الاحتفالية لتتوج ذاك الزمان الذي تكسرت فيه القيود والحدود، وجاء معه الرئيس المؤسس لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ راعي الحرية ورئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وحرمه سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو وضيف شرف العيد 27 للحرية والديمقراطية رئيس جمهورية السودان الشقيقة عمر حسن أحمد البشير لينيروا شمعة 27 ليوم الحرية والديمقراطية الذي رأت فيه البلاد النور بعد ظلام الدكتاتورية. أهلا وسهلا بحبيبنا وجارنا وصديقنا عمر حسن البشير، باسمي وباسم نساء الحركة الوطنية للإنقاذ لك ألف تحية ومليون زغرات يا كريم، بجيتك لك ألف تحية ومليون زغرات بجيتك كمل الكلام وبيك حفلتنا زادت ازدهار يا كريم، يا رب العباد سهل أمر الشات والسودان، أن إحنا أخوان القبائل مترابطات والشعوب متداخلات حتى في أسمائنا متشابهات، تلقى دنك وتلقى جيم وتلقى إدريس وتلقى البشير، هلا شهر ديسمبر، هلا شهر ديسمبر، وفي أول ديسمبر عاش الشعب الحرية وانتهت الرجعية وزالت العصبية والزمان اندار، جانا ديبي الفارس المغوار، جانا إدريس، جانا رئيس يسلم ويعيش ودائما الرئيس يقود الشعب للوحدة للأمل، يقود الشعب للوحدة للأمل للتقدم. ألف مبروك لك يا ديبي البطل بعيدك 27، سلامتك من عيون الناس والحسد يطول عمرك ما يكسر،
ميرسي، شكرا البدوية. سلامتك من عيون الناس والحسد، يطول عمرك ما يكسر، تعيش ويحميك رب الكون، سعيد وماك معيون، تلقى السعد قدامك، محل ما مشت قدامك، ما تنصاب وتعتر، انت رئيس الشات، وجودك ما بينقاس، مرات بتلقى ناس ظالمين، بيجرحوا قلبك الحساس، خليك انت يا تسعد، وفوقكم ما تزعل، في مستواك يا ديبي ما في زول بيقدر بوصل، فوقك التاريخ كتب وسطر في ايدك، شاتنا تتقدم، كسر خشمك في شؤونك بتدخل، نظم انتخاباتك وفزنا بيك نحن الشعب، انت الامل والمستقبل وبيك بلدنا تتقدم. شعب التاج داير سلام، شعب السودان داير سلام، يا شعب التاج تعال وتعال، شعب السودان تعال وتعال، نوحد صفوفنا بكل نظام، نوحد قلوبنا بكل أمان، لرفعات بلادنا في أعلى مكان، لرفعات بلادنا في أعلى مكان. تشات حرية بلد أحرار، السودان حرية وطن أحرار، تشات حرية بلد أحرار، السودان حرية وطن أحرار، نحن أسود وكمان فرسان، نحن أسود وكمان شجعان، نصد عدونا في كل مجال، نصد عدونا يمين وشمال، لرفعات بلادنا في أعلى مكان، لرفعات بلادنا في أعلى مكان. شعب الجاد داير سلام، شعب السودان داير سلام، مرت سنوات حروب ودمار، مرت سنوات حروب ودمار، نخسر دمانا ونحن اخوان، نخسر دمانا ونحن اخوان. احتفال إحياء ذكرى يوم الحرية والديمقراطية هذا الذي شرفه الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير إلى جانب أخيه رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو يعبر عن مدى عمق العلاقات الأزلية وأواصر التعاون التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. مناسبة العشاء التي جاءت على شرف الذكرى 27 ليوم الحرية والديمقراطية دورة 2017 كانت فرصة للتلاحم بين المناضلين والمناضلات بالنظر إلى حصيلة التقدم التي حصدتها البلاد بجهود الرئيس المؤسس لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في سبيل إرساء قواعد الديمقراطية والسلام والتنمية، وكذا تأكيدهم الاستعداد لخوض غمار معركة التوجه نحو التنمية الزراعية والإنتاج الحيواني لتحقيق تنمية مستدامة وفق رؤى وتوجيهات الرئيس المؤسس، وتجديد ثقة وعزم المناضلين والمناضلات
لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ لدعم ومساندة الرئيس المؤسس. وهذا ما جاء في خطاب الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ محمد زين بدع خلال الحفل. السيد رئيس الجمهورية الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ، فقامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة، السيدة الأولى رئيسة الشرف لمنظمة نساء الحركة الوطنية للإنقاذ، السيد رئيس الوزراء، السيد رئيس الجمعية الوطنية، الرفاق المناضلين ومناضلات، الضيوف الكرام، قبل كل شيء باسم كل مناضلي الحركة الوطنية للإنقاذ MPS أود أن أشكر الزوج الرئاسي الذي رغم برنامج المليء شرفنا بالحضور شخصيا في هذه اللحظات المليئة بالفرح والمشاطرة مع رفاقهم المناضلين. وهذا إن دل فإنما يدل على الاهتمام الذي يوليه الرفيق الرئيس المؤسس إدريس ديبي إتنو لنشاطات الحزب الحركة الوطنية للإنقاذ. الشكر موجه أيضا لضيفنا الجليل والعظيم فقامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة، الكان حضوره معنا يؤكد الصداقة والأقوة الحميمة التي تربط بين الشعبين الشقيقين الشعب السوداني والشعب التشادي. الرئيس المؤسس السيد رئيس جمهورية السودان، سيدة البلاد الأولى، الضيوف الكرام، في هذا اللقاء التذكاري اسمه لي أن أذكر في هذه اللحظات الفرح وأيضا ذكريات أيضا مؤلمة، وتكريما لشهدائنا ورفاقنا الذي فقدناهم ولم يحضروا معنا أطلب منكم دقيقة صمت تكريما لهم. الرفيق الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ فقامة السيد الرئيس عمر حسن البشير، الرفيقة سيدة البلاد الأولى، الضيوف الكرام، رفقان مناضلين ومناضلات، في هذا التاريخ التذكاري الأول من ديسمبر 2017 والذي يصادف الذكرى 27 لوصول الـMPS في السلطة، إنني أشعر بإحساس بالغ عندما أتحدث أمام كل هذه الشخصيات السامية التي شاركتنا هذه الفرحة العظيمة. وأنا أعتز بوظيفتي كأمين عام للحزب الذي له الفضل والاستحقاق أن يكون أساساً للحرية والديمقراطية التي يتمتع بها اليوم الشعب التشادي. إذا كان اليوم الحرية والديمقراطية أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، التشاديين من كل الأطياف السياسية لم ينسوا العزيمة والتضحيات التي قامت بها فئة قليلة من أبناء تشاد الأبطال وعلى رأسهم المناضل من أجل الحرية المناضل الباسل والفدائي ألا وهو الرفيق إدريس ديبي إتنو مؤسس الحركة الوطنية للإنقاذ. هؤلاء الأبطال التشاديين الذين جاءوا من ثلاث جبهات أساسية قاموا ضد دكتاتورية هبري وشعارهم واحد الاستشهاد من أجل إنقاذ مواطنين والتشاديين. فعلا قاموا بمعركة التحرير لتشاد في ظروف صعبة وخطيرة، عملية 1 أبريل 1989 والموزانات والفات، نظموا مؤتمر تأسيسي كونوا خلاله الحركة الوطنية للإنقاذ MPS يوم 11 مارس 1990 في بامينة، خلافا للأحزاب السياسية الأخرى التي أسست من وراء الكواليس في الصالونات. إن حركتنا الحركة الوطنية للإنقاذ تم تأسيسها في ظروف استثنائية تحت وابل من النار، مواجهة الترسانة الحربية الدكتاتور حسين هبري، حيث لم يتوقع أحد على قابلية الحياة للحركة الوطنية للإنقاذ وبالنصر من بعده. ولكن
بعزيمة الرئيس المؤسس ورفاقه الذين أقسموا بثمن الموت من أجل الخلاص لجلب الحرية للتشادين، مقتنين بصحة قضيتهم، ولكن أيضا دفعتهم صراخات الشعب الذي يطلب الإغاثة. إن المنقذين بقيادة الرفيق إدريس ديبي إتنو قد سحقوا قوات الشر وإدخال الابتسامة والفرحة في أوساط المواطنين التشاتين هذا اليوم الفاتح من ديسمبر 1990. ولكن أن هذه التضحيات المبذولة وأن هذه الحياة المفقودة بالاختصار أن الثمن المدفوع بقيس جدا. على كل حال إن الحصاد كان جيدا ومفيدا، لأن الحصاد كان النصر وقد انتصر الحق على الباطل. وكل هذا بالنية المخلصة والعزيمة. والجدير بالذكر إن الرئيس المؤسس إدريس ديبي إتنو في خطابه إلى الشعب التشادي يوم 4 ديسمبر 1990 قال: لم أجلب لكم ذهبا ولا فضة ولكن الحرية. الرفيق الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ فخامة السيد رئيس جمهورية السودان، الرفيق سيدة البلاد الأولى رئيسة شرف الأوف أم بيس، ضيوف الكرام، الرفاق المناضلين والمناضلات، بخلاف للإدعاءات التي لا أساس لها من المنافسين، فإن الحركة الوطنية للإنقاذ MPS لم تنصب نفسها كحزب دولة، وبصفتها مصدر للديمقراطية فإن حزبنا لم يخرج من مبادئه الأساسية ويحترم دوما نظم اللعبة الديمقراطية، فهو عامل مثل كل العوامل في الساحة الديمقراطية. لكن حقا اليوم كل هذه المكتسبات الديمقراطية هي من صنع الحركة الوطنية للإنقاذ، حتى إذا كان خصوماننا وعاداننا لا يترفوا بهذا، فنقول لهم: نحن نمضي أماما والحركة الوطنية للإنقاذ إلى الأمام. حقا تعيش تشاد اليوم في ظروف اجتماعية اقتصادية صعبة جدا. نحن نشاطر يوميا الصعوبات التي يواجهها المواطنون لتحمل حاجاتهم الأساسية، وإن الأزمة الاقتصادية ليست شيء مفاجئ، لأن المصادر البترولية قد أرقم الحكومة لاتخاذ إجراءات من أجل مواجهة ذلك، وأن الاستثمار لصالح المدن الضعيفة بالاحتفالات الأولى من الأول من ديسمبر. ولا رغم من الصعوبات الحالية فلا يمكن للأول من ديسمبر أن يفقد طابعها كعيد وطني أو شهرته العادية، فلا يمكننا في أي حال من الأحوال أن نقفي الطابع التاريخي لهذه الذكرى، لأننا نحن مناضلين الحركة الوطنية للإنقاذ أكثر من أي تشادي آخر لا يجب علينا أن نتفاجأ بالأزمة الحالية. وإن الرئيس المؤسس إدريس ديبي إتنو قد نبه المواطنين بأن البترول شيء قابل للاستنزاف وهو دخل غير مستقر، ولأجل ذلك نحن مناضلي الحركة الوطنية للإنقاذ MPS والأحزاب الحليفة قد ساندنا وسنساند الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لإصلاح الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. حقا إن هذه الإجراءات مرقمة وضاغطة ولكن لا مفر منها. وبالنسبة إلى هذه الأزمة يجب الإشارة بأن الرئيس المؤسس قد طلب دوما من التشاديين للرجوع إلى القطاعات التي مصدرها دائما الأرض، الزراعة والثروة الحيوانية، وهما الركيزتان الأساسيتان للاقتصاد التشادي. إن الحركة الوطنية للإنقاذ وبعد أن سمنت ملائمة هذا البديل للخروج من الأزمة دعت الحكومة لتطبيق بدون مهلة، كما كلفت الحكومة بإقامة سياسة حقيقية للتنمية ترتكز على تنمية قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية
وذلك بتدريب المزارعين والرعاة في التقنيات الحديثة للإنتاج الزراعي، باستثناء بعض فاقدي الذاكرة الباحثين عن الشهرة بصعوبة الموهومين، فإن التشاديين الشريفين والمخلصين يعملون تماما بأن الحرية والديمقراطية اللذان يتمتعون بها حاليا هما من إنجازات الحركة الوطنية للإنقاذ MPS، وخاصة من الرئيس المؤسس إدريس ديبي إتنو. نعم، إن الحرية ونتائجها والديمقراطية ملموسان ويتمتع بها الناس في كل الأراضي الوطنية، والدليل على ذلك تكاثر الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية وناهيك عن مختلف وسائل الإعلام. وعلى الرغم من هذا التقدم الملحوظ في تأسيس دولة القانون، إلا أن أعداء تشاد يرفضون عمدا رؤية الحقيقة، وبالحسابات السياسية فإنهم يعملون دون توقف على طعن الحركة الوطنية للإنقاذ دون ترك رئيسها المؤسس. وفي الحقيقة لا أحد يتجاهل بالرغم من النزاعات التي حدثت أن الحوار مستمر، وأن تشاد أصبحت في أمن وسلام منذ 2010. نعم، إن تشاد تعيش اليوم في أمن وأمان واستقرار، وإن بلادنا ليس فقط استهدادها لكنها تلعب اليوم دورا هاما في الأمن في مستوى القارة الإفريقية. بدون شك يجب أن نؤكد بكون تشاد ورئيسها لا مفر منهم في استتباب الأمن والاستقرار والسلام في مستوى القارة الإفريقية. نعم، أننا مناضلين ومناضلات للحركة الوطنية للإنقاذ نؤكد هنا أن تشاد اليوم في كافة الأراضي في 1,284,000 كيلومتر مربع تعيش في أمن وأمان في سلام، وليس هناك أي تمرد مسلح في داخل الأراضي الوطنية. والأقاويل والأكاذيب في الشبكات الاجتماعية دي من صنع أناس لا فائدة لهم، لا ضمير وطني لهم، وناس يخدموا لمصلحة الأجانب والخارج. فنحن نقول تشاد في أمن وأمان، تشاد في استقرار وفي سلام، رغم أن في أبي ذر والرئيس إدريس ديبي موجود والشيء بجي بضرة لتشاد ما فيه. لكن للأسف في الآونة الأخيرة أعداء تشاد أصبحوا وقاموا بحملة تشويه متوجهة لقطابات بخطابات كاذبة. لا ننسوا كون هناك أجندة خفية ضد بلدنا تشاد، كيف في وقت جيشنا الوطني الباسل بواجه الزحف الجهادي بثمن تضحيات عليا من قواتنا البواسل بتهموا بلدنا كونها بؤر للإرهابيين، وبتهموا رئيسنا بالرشوة. فقال الرفقان خليكم واعيين وحاضرين، احذروا، لأن مصالح الدول الكبرى ليست مصالحنا. إيب للأمريكان، شركة إيسو عندما جات في تشاد، هل تشاد إيسو جات في تشاد بالرشوة؟ نقول لا ولا ولا أبدا. الرئيس المؤسس، مناضلين الـMPS أبدا ما مغفلين، كلهم بصوت عالي بيقولوا انت ما رئيس مرتشي، لكن انت رئيس غيور لاستقلال بلدنا وتريد الشرف للشعب التشادي. اسباب ده بمناسبة هذا اليوم التذكاري اللي هو نتيجة نضال دفعتم فيه الدم وأرواح رفاقك الشهداء الذين وقعوا في الميدان من أجل انتصار الحق في الظلم. باسم كل المناضلين أنا MPS نأكد لك من جديد السيد الرئيس التزامنا القوي معك، وفي كل زمان وفي كل مكان نقول لك نعم من أجل حفاظ المكاسب، مكاسب الديمقراطية. مثل قواتنا وجيشنا تحت رعايتك أصبحوا الدرع
والهاجس ضد المتطرفين هؤلاء المجانين والمهربين. مناضلين MPS هم أيضا بمثلوا الحماية ضد كل النوايا السيئة التي تريد دمار المكتسبات الديمقراطية في بلدنا. للمناضلين نقول من ضمن كل الأحزاب أن هنا نقول دائما نعم لك في أي لحظة وفي أي مكان وفي أي زمان، أن هنا نقف معك من أجل مواجهة كل تحدي. متوجه للمناضلين والمناضلات، نقول للمناضلين إن الحركة الوطنية للإنقاذ من ضمن كل الأحزاب المتواجدين في تشاد، MPS هي بس الحزب الوحيد الحزب الممثل وحاضر في كل الأراضي الوطنية بدون أي تفرقة. إذن للشباب أو أكو من أنصار الأصوات القبلية والطائفية، ديل ناس مفتشوا الخطر، ما تتبعوا هؤلاء الموهومين وما تسمعوا تجار الأوهام والقيال. إن مستقبلكم مستقبل الشباب هو في داخل الحركة الوطنية للإنقاذ MPS، لأن تحت قيادة الرئيس المؤسس إدريس ديبي إتنو جات اليوم وصلت لدرجة الأمم المحترمة، والدليل نجاح مؤتمر باريس بخصوص تمويل الخطة الوطنية للتنمية تشاد. الرفقان الأعزاء لازم تكونوا يقظين، لأن أعداء تشاد أبدا ما تكوا السلاح، ودائما بيحاولوا يزازوا استقرار بلدنا باستراتيجيات آخرة. أسباب ده لازم المناضلين يوحدوا صفوفهم من أجل قود المعركة، لأن يجب لنا نستمر بروح نضالية ممزوجة بالروح الوطنية. واجب نساعد رئيسنا المؤسس من أجل مواجهة تحديات الساعة. لازم نوصف لخزماننا وعادانا كونه ولا الأكاذيب ولا النفاق ولا التهاريش ما يمنعونا أبدا من خطتنا هنتقدم تشاد وطريق التنمية تشاد. ومن هذا المنطلق وهذا المنبر نقدم نداء عاجل للمناضلين عشان يكونوا جاهزين للمشاركة في أعمال المنتدى الوطني الببقى في الأفاق الجاية. فقال مرة تانية، مثل ما عملتوه مثل ما عملناه في المؤتمر الوطني المستقل 1993، يجب علينا نقوم بكل ما إمكاننا عشان نسمح للرئيس المؤسس يحقق برنامج السياسي الكان الشعب التشادي انتخبه فوق 2016. من الآن وصايدا من هني لقدام، قال خلي الميليتان وميليتان تاني MPS كلهم كلمتهم تبقى واحدة وهدفهم يبقى واحد. هدف داه شنو؟ أنا العمل. فقال أنينا شعارنا يبقى نعمل العمل الجيد ونخلو الحمير كمن يكر، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إن هذا الحضور هو بيمثل دليل بأكد بكونه ميزة العلاقات والتفاهم والتعاون بين الزعماء الاثنين إدريس ديبي إتنو وعمر حسن البشير، وميزة العلاقات وأمق العلاقات بين البلدين الشقيقين تشاد والسودان والشعبين الشقيقين الشعب التشادي والشعب السوداني والأحزاب الاثنين ألا وهم المؤتمر الوطني للسودان والحركة الوطنية للإنقاذ MPS. فقال بلادنا الاثنين فعلا جوكت خان إرفو بعد من سوء تفاهم، لكن اليوم العالم كله بيشهد كون التفاهم بين تشاد والسودان هو تفاهم ممتاز جدا بوجود البلدين الشقيقين تشاد والسودان نحو التنمية المشتركة. ولمرة تانية بقول الخط الحدود بين تشاد والسودان أنهنا في الحركة الوطنية للإنقاذ المناضلين في أذهانهم ده شيء خيالي، وخيالي المستعمر بس قد تساكت. أنهنا ما عندنا حدود بيننا وبين السودان، تشاد والسودان هما
شاب واحد وجزء لا يتجزأ. فقال لتاني مرة نشكر ألف شكر فخامة السيد الرئيس عمر حسن البشير والوفد المرافقة بالزيارة اللي كان قام بها اليوم عندنا في تشاد. رفقاني المناضلين ألا لا نشك وأنتم أكدتم لي كونه مع الرئيس المؤسس إدريس ديبي إتنو تشاد تكون في الموعد موعد التقدم من هنا إلى 2030، لكن بلدنا تكون أكثر من ذا وسط أن اتخاذ كل القرارات الحيوية من أجل الوحدة والسلام والأمن في كافة القارة الإفريقية. يعيش الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ إدريس ديبي إتنو من أجل تشاد والحركة الوطنية تعيش تشاد قوية ودولة معززة ومحترمة في داخل 1,284,000 كيلومتر مربع. يعيش الرئيس عمر البشير وتعيش الصداقة التشادية السودانية، تعيش الصداقة والأقوة بين الرئيس إدريس ديبي إتنو والرئيس عمر حسن البشير. تشريف رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وحرمه سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو برفقة ضيف البلاد رئيس جمهورية السودان عمر حسن أحمد البشير أعطى المناسبة نكهة احتفالية خاصة امتزجت فيها طرق الابتهاج والسرور بالأغاني والأشعار التي تحكي بسالة وإنجازات أبطال الحرية والديمقراطية الذين قدموا الحرية للشعب بدل الذهب والفضة. وبكل هذا فقد توجت المناسبة بمأدوبة العشاء على شرف الذكرى 27 لعيد الحرية والديمقراطية التي وصلت البلاد في تاريخ 1 ديسمبر للعام 1990 ليحتفل بها في هذا المكان بنفس الزمان فقط باختلاف الأعوام. وكل عام وتشاد الحرية بألف خير.
الكريم.